حديثي حول الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الأستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي. مرحبا بك أستاذ أمير. بداية لنتحدث عن مهلة ذي قار، برأيك لماذا قدم المتظاهرون مهلة الأسبوع للحكومة والبرلمان لتنفيذ المطالب؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أهلا بك. يبدو واضحا بأن النخبة التي تتطهر في العراق، نخبة الشباب العراقي، تعرف جيدا ولا تريد أن تعطي للنظام الحاكم في العراق الحجج. هي أعطت الوقت الكثير للأجل الخروج من هذه المشكلة، ألا وهي حكومة وطنية يمثلها الوطنيون العراقيون ومن ضمنهم هؤلاء الشباب. إذن الشباب هم شباب واعي، يعرف ما يحدث، هم الذين يطالبون بالسلمية، هم الذين يطالبون بالوقت لإخراج هذه الحكومة وهذا النظام من العراق. إذن هم يعني نخبة لم تكن ساذجة، ولكن نخبة تعرف إلى أين تذهب وما تريد بالنسبة إلى الأهداف والإرادات لمستقبل العراق. هل تتوقع أن تدعن ربما السلطة نتيجة هذه الضغوط عليها؟ وإلى الآن هي لم تلبي أي مطلب من مطالب المتظاهرين، يعني ممكن أن تدعن هذه المرة لمطالبهم؟ هل من مؤشرات ربما تبدو لك في الأفق؟ بالطبع لا، لأن النظام العراقي الحاكم هو نظام وما لاحظناه بسهولة وبوضوح يتبع للإرادة الإيرانية، الإرادة القومية الاستعمارية المبطنة بغلاف الدين الطائفي. إذن الحكومة العراقية ليس لها أي يعني علاقة بمستقبل العراق، ولكن هي حكومة تتلقى أوامرها من النظام الإيراني وخصوصا من ملالي إيران الذين يعني أظهرت الأحداث الأخيرة وجههم الكالح بالنسبة إلى ما يعني يريدونه للعراق وما يعملون به بالعراق وما فعلوه بالعراق منذ 2003 ولحد الآن. إذن الحكومة العراقية والنظام العراقي هو ليس سوى يعني وسيط لإيران، وهو يريد أن يعني أن يأخذ ما تريده إيران. وكلنا نعرف أن ما يحدث في إيران ويعني وضع جديد بالنسبة للمنطقة. إيران هي في حافة الهاوية، وما يحدث في العراق ستكون له نتائج أكيد بالنسبة إلى ما يحدث في إيران. أستاذ أمير، كيف تنظر إلى التظاهرات التي دعا إليها مقتدى الصدر؟ تظاهرات مليونية، يقول إنه دعا إليها من أجل طرد الأمريكيين الذين هم أساس الفساد في العراق. كيف تقرأ توقيت هذه التظاهرات؟ لا شك أن السيد مقتدى الصدر يعني لم يفهم القضية بالكامل. يعني مشكلة العراق هي مشكلة يعني أساسها الوجود الأجنبي. صحيح الوجود الأمريكي موجود، ولكن الوجود الإيراني هو وجود يعني استعماري بحت مغطى بعباءة الدين. أنا يعني لا أريد أن أقدم نصيحة للسيد مقتدى الصدر. لا يصح ربما، يعني ربما لا يصح تسمية الوجود الإيراني استعمار، لأنه لم يعمر شيئا أصلا. يعني الإيرانيين هم لهم يعني نوايا وأفكار يعني للسيطرة على المنطقة، ولم يكن هذا بجديد. الإمبراطورية الفارسية كانت موجودة وظلت في عقول النخبة الدينية الموجودة في إيران. ما يحدث في إيران هي إمبراطورية فارسية باسم الدين. هذه هي الحقيقة. ولكن أرجع إلى بالنسبة إلى السيد مقتدى الصدر، يعني أنا لا أريد أن أقدم له النصيحة، ولكن يعني أتمنى أن يعني أن يكون في جانب مستقبل العراق، ومستقبل العراق سوف لن تمثله إيران ولكن يمثله العراقيون. وهو يجب عليه أن يفهم بأن إيران هي يعني ليس لها إلا بمصالح. ومقتدى الصدر إذا كان يحب العراق فيجب أن يذهب مع من ينتفض للهوية العراقية، وليس من يريد أن يبقى الميليشيات التي قتلت الكثير. ويجب يعني تكرار ما نقوله بأن السيد مقتدى الصدر يجب أن يفكر أكثر من مرتين للوجود الإيراني، لأن مستقبل العراق سيكون
بغياب هذا الوجود، وأن مستقبل العراقيين شيعة وسنة هو بوجود هوية وطنية عراقية لا تابعة للاستعمار الأمريكي ولا الاستعمار الفارسي. هل ترى في ضوء هذا الصراع الدولي الإقليمي، أو في ضوء الوضع الاقتصادي المزري والوضع السياسي القاتم في العراق، هل ترى أن الوضع ربما قاتم في العراق؟ هل يسمح باستمرار هذا العناد والتعنت السياسي من قبل قوى العملية السياسية وميليشياتها بعدم تنفيذ مطالب المتظاهرين التي يبدو أنها لن تتوقف حتى عن قمعهم؟ يعني صحيح أنه من ينظر إلى المشكلة العراقية في الوقت الحاضر ويعني يربط هذا التعنت الحكومي بمستقبل العراق وعدم يعني النية بالإفراط بالسلطة وتسليمها للعراقيين، يعني يثبت بأن يعني في صراحة أنها بأن العراق لا يحكم من قبل هؤلاء، ولكن هؤلاء هم يعني كصور وكقراقوزات موجودة داخل النظام العراقي. وإلا ماذا يعني نقول لهذه يعني لهذا النظام في أن يعني أن يبقى في هذا الموقف وأن لا يغير من يعني من موقفه من مستقبل العراق؟ إذن هؤلاء يعرفون بأن مستقبل العراق سوف لن يكون معهم، ولكن وقوفهم بهذا الموقف يعني الغريب من نوعه، لأنه موقف يعني فاشل، والنظام العراقي يعني قد انتهى من مدة، ولكن هم يلعبون في الوقت الحاضر بالوقت الضائع. أنا في نظري وسأقولها مرة ثانية وقلتها مرات عديدة على قناتكم الموقرة، إن إيران ستذهب وكما ذهبت الإمبراطورية السابقة، وأن مستقبل العراق سيكون بعراق خالي من إيران، وأن بقاء إيران في هذا يعني الموقف في العراق هو ليس سوى لبضعة أسابيع أو شهور، ليس أكثر، وأن إيران زائلة الحق. أستاذ أمير، إذا سمحت لي، يعني منذ انطلاق هذه الثورة يعني قبل أكثر من 100 يوم، ونحن نسمع بموضوع الصراع الأمريكي الإيراني والمناوشات التي حصلت، ولكننا لم نرى أي تفاعل فعلي للمجتمع الدولي للوقوف مع أو إلى جانب المتظاهرين. هناك مناشدات وجهها متظاهرون في ثورة تشرين، وجهوها إلى الأمم المتحدة للتدخل لحمايتهم، لكون نظر يعني تظاهراتهم كون تظاهراتهم سلمية. يعني ما مبرر هذا الصمت من الأمم المتحدة التي تدرك تماما أن السلطات الحكومية هي من تعطي الأوامر بإطلاق النار؟ لا شك بأن الجواب على هذا السؤال المهم هو يعني لماذا يعني جيء للعراق بهذا يعني بهذه الحالة. لقد أريد من العراق منذ 2003 في أن يكون بلدا مقسما إلى أجزاء وإلى زعامات مختلفة، وهذا ما أرادته أمريكا وإيران في الوقت الحاضر، وهذا هو جزء من الجواب على سؤالك الكريم، لأن الولايات المتحدة وكإيران لا تريد أن يكون هناك عراقا قويا، ولكن يكون عراق مجزأ من قبل قيادات وزعامات طائفية سياسية ودينية. فلهذا نشاهد موقف الأمم المتحدة في الوقت الحاضر هو موقف يعني غير واضح، لأن الاختلاف في الآراء داخل الدول العظمى هو الذي يعطي هذا الموقف يعني الغريب من نوعه، والذي هو يتلائم مع السياسة الأمريكية التي جاءت في 2003، ألا وهي تجزئة العراق إلى طوائف وإلى زعامات قبلية تتصارع بينها على السلطة، وهذا ما نراه الآن في الوقت الحاضر. طيب. جواب الأخير على سؤالك الكريم هو اللجوء إلى الأمم المتحدة، لأنها الطريق الوحيد. يجب الذهاب إلى الأمم المتحدة ويعني القيام ب يعني جبهة إعلامية لتعريف العالم بالمشكلة العراقية، لأن بقاء العراق تحت ظل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سوف يعني يقوم على تقسيم العراق إلى مناطق شيعية وسنية، وما كان يحدث الآن عن الإقليم السني الذي يقوم به بعض هواة السياسة في الوقت الحاضر. شكرا لك أستاذ أمير المفرجي، كنت معنا عبر سكايب من باريس، السياسي العراقي.